وبشأن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل مسؤول القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين الدكتور أحمد الخطيب. أهلا بكم دكتور أحمد. بداية لو تحدثنا عن الحملة التي قدمت فيها الهيئة ومنظمة أم القرى مواد إغاثية في أبو غريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم هيئة السلام طيبة ورحمة الله. مباركة حياكم الله. لكم ولمشاهدي قناة الرافدين. أهلا وسهلا دكتور، تفضل. دكتور أحمد. نعم أخي. دكتور لو تحدثنا عن الحملة التي قدمت فيها القسم الإغاثي في الهيئة ومنظمة أم القرى مواد إغاثية في منطقة أبو غريب وكذلك الهدف من هذه الحملة. أخي قام القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين وبالتعاون مع منظمة أم القرى الإغاثة الإنسانية بتوزيع السلات الغذائية في قضاء أبو غريب على مخيم الشمس للنازحين، حيث شمل التوزيع 400 عائلة نازحة وكانت تحتوي على السلات الغذائية الضرورية لحياة العائلة النازحة. وهذه هي الحملة الثانية خلال هذا الشهر التي قامت بها هيئة علماء المسلمين بالتعاون مع منظمة أم القرى. نعم. قبل شهر وزعت الهيئة المدافع الكهربائية في نفس المخيم على العائلات النازحة. نعم. وإن شاء الله الحملات مستمرة والهيئة إن شاء الله تقدم يد المساعدة للعائلات النازحة في جميع المخيمات. دكتور أحمد، ما تقييمكم لواقع النازحين في أبو غريب؟ بعد الكلام اللي حصل حول ضرورة إرجاع العوائل النازحة إلى مدنهم، يعني هناك ضغوط تمارس ضد العائلات النازحة في إجبارهم إلى الرجوع قسراً إلى مدنهم، وكما تعلمون أن هناك مدن مدمرة بالكامل مثل الرمادي، فيعني العائلة النازحة التي ترجع إلى يعني مدنها لا تستطيع أن تجد الماء ولا الكهرباء، الماء الصالح للشرب ولا الكهرباء ولا الخدمات الأخرى الصحية، فهذا ضغط حكومي ازداد بسبب يعني المطالبه باجراء الانتخابات الاخيره. وهذا يدل على شيء، فانما يدل على ان السياسيين كل همهم هو المناصب وكيف الحصول عليها من خلال انتخابات، وليس همهم المواطن العراقي ومعاناته وخاصه النازحين في المخيمات. بتقديراتك دكتور أحمد، ما هي النسبة المئوية التي يمكن أن نقول بأنه الهيئة والمنظمات الإغاثية الأخرى كأم القرى وغيرها قد غطت من احتياجات النازحين والمهجرين في المخيمات الموجودة والمنتشرة في العراق بشكل عام؟ يعني نشاطات الهيئة بشكل خاص ونشاطات الهيئة بالتعاون مع منظمات أخرى حقيقة يعني استطاعت أن توصل المساعدات الغذائية وترفع يعني جزء من معاناة هذه العوائل النازحة في كثير من المخيمات الموجودة والمنتشرة في المحافظات، ولكن نسبة هذه المساعدات التي تقدم مقارنة مع عدد العائلات النازحة يعني تكون قليلة جدا، فهذا الأمر يحتاج إلى جهد كبير جدا، جهد دولي، جهد حكومي. يعني احنا من خلال احتكاكنا مع العائلات النازحة في الأنبار قبل فترة، يعني كنا في الخالدية، العائلات تشتكي من قلة توافد المنظمات والهيئات الإغاثية إلى المخيمات الموجودة في الخالدية وفي الحبانية وفي العامرية الفلوجة، وكذلك في المخيمات الموجودة في الموصل السلامية والنمرود. هناك عجز حكومي عن تلبية حاجات العائلات النازحة واضح وبشكل صريح، وبالأخص ومن خلال قناتكم، يعني هناك شريحة مهمة جدا موجودة في المخيمات هم ذوي الاحتياجات الخاصة. هؤلاء يعانون الأمرين،
يعني يحتاجون إضافة إلى المواد الغذائية والفرش والبطانيات يحتاجون إلى رعاية صحية. صحيح. هذه الرعاية تفتقد في المخيمات، المخيمات غير مؤهلة لتقديم هذه الخدمة إلى ذوي الاحتياجات نعم. الخاصة. الدكتور أحمد الخطيب، نعم. مسؤول القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين، كنت معنا عبر الهاتف من أربيل، شكرا جزيلا لكم.